سمر، بدنا نرجع ايضا للحرف والمهن اليدويه، بدنا نرجع للسواعد الزنوده اللي بدي اقول عنها سحريه من كتر ما في جمال وسحر بالقطعه يلي عم يشتغلوها. مين منا ما بيحب الازاز، وخاصه الازاز الدمشقي الملون وغير الملون. كل عام وانت بخير. بألف خير. كيفك؟ تمام الحمد لله. شو هالشغل الحلو؟ يعني كاسات ملونه وشغل الزجاج، يعني كمان شغله كثير كثير حلوه، وكثير العالم بي بي بيحبوا انه يقتنوها. مزبوط هاي كلياتها. لا لا هاي هلا اشتغلتها. ايه عملتها من هون. ايه مو مشكله، هاي كلياتها فكر اجدادنا وفكرنا هلا، تحدثناها وطورناها، والناس عم تجي لعنا عم تتقبلها كثير، وخصوصي الالوان الدمشقيه. بتعرفي روح دمشق فيها. ايه هي ناشفه، هي روح دمشق فيها كلياتها هي الالوان. هذا بريق مي، هذا بريق المتوارث اللي كله بيت بتلاقيه. هذا التراث، هذا بريق التراث. ايه بس هذا ملون. هذا ملون، هذا كلياته ملونين نحن بالريشه، وهي الالوان الفيتراي الاصليه تبع الزجاج. نعم، وشو عم تشتغل هلا؟ هلا هي فازه، هي الرسمه الشرقيه ورسونا اياها اجدادنا، اما في فكر كمان ثاني نحن حدثنا وطورنا بالشي بناسب هذا العصر اللي نحن فيه. هلا هون الجرس، عم نعبي الجرس. حلو كتير. ما بدي يكون نزعت لك الكاسه. هي ناشفه. ايه ناشفه. هلا بس هي صمديه، يعني انت مو بس عم تعمل فازات، حتى صمديات بيكون شكل الازاز فيها عادي. عادي نحن منزخرفها. نحن حتى الزجاج اللي بدنا اياه نحن فينا نصممه نحن بشي يتناسب مع الزبون. حلوه كتير. هاي خصوصي للاعياد، حط فيها للاعياد. وفي منا عده موديلات وعده الرسمات، نحن ما بنعتمد على هاي الرسمات بس، في كتير رسمات ببالنا. بتعرفي مجالنا واسع اكيد، وما بتوقف بس على الصمديات، مجالهم واسع، وعلى الكاسات تماما، وحتى بالديكورات. هلا نحن عم نشتغل فيها الديكورات الداخليه الاكبر من هيك، البيوت ديكورات. ايه بقلب البيوت ديكورات، البلور، الابواب، الاسقف المستعاره، كلها نحن هذا بنشتغله من تصميمنا. بتعرفي انت. الله يعطيكم العافيه. سؤال اخير قبل ما انتقل للمهنه الثانيه، خلينا نحكي كيف يعني حبيتها، من مين اخذتها؟ قلت لك هي من اجدادنا، شوف بابا شوف جدي. علمك ابوك؟ ايه طبعا. خلص بتعرفي انت كلها شغل أكيد. شغل تراث الدمشقي القديم. بدك تعلمها لاولادك؟ طبعا هي شغله العيله، يعني بتضل مهنه، مستحيل الواحد يتركها. الله يعطيك العافية. يمكن هيك أشخاص هنن بيحافظوا على مهنة وتراثنا. مرحبا يا حلو. يعطيك العافية. أهلا. كيفك؟ الحمد لله. كيف الشغل معك؟ الحمد لله. عم تتعب؟ لا. مبسوط؟ احكي لنا. طيب احكي لنا شو عم تعمل؟ عم بعمل أنا، هي أول مرحلة بتجي الرسم بهي المصلحة، بعدين الدقة هو هون الدق والشيك، وهلأ عم بحفر أنا. مين علم؟ من ابي والله، انه بعد دوام المدرسه روح فوت لعند ابي فيه شغيله اتعلم، فوت توقف نحو. يعطيك العافيه. الله يعافيك. اهلا وسهلا. هلا. هو قلنا شو عم يعمل. انت شو عم تعمل؟ انا عم مرحله تطعيم الصدف بالخشب، هي عباره عن تراث قديم تعلمناه، يعني هذا التراث من عند اخي، وهي العباره بس عن انه بتنزلي صدف هيك. لك كمان شغله مانو سهل، يعني بده دقه، يعني طبعا. اي ان شاء الله ما بيصيبك شيء. هلا هون في هذا اسمه، في عده انواع، هذا حفر عربي، في هيك هلا حفر مكتب، هون بننزل فيه على الاسم، عبي الاسم كله مثل ما هو، على قياسات. لكن على قياسات كله بدقه، هي عباره عن دقه، شوي شوي بتنزل بتعملوا اسماء وكل شيء. كل شيء هي تراث قديم. الله يعطيكم العافية. الله وانت بخير. يعني او ايضا كمان ما رح ننسى الشغل بحبات الزيتون. كل عام وانت بخير. كثير على وسهلا فيك. يعني عم نشوف شبابيك وبواب ببذر الزيتون، وايضا هيدي من المهن مو بس المتوارثة، ايضا المميزة. هي حرفة جديدة على سوريا يعني. نعم. يعني انا لحد الان ما كثير جديده، يعني بس تعد جديده. بذر الزيتون الحرفه جديده على سوريا. شو كان قبل بذر الزيتون؟ كان نحن بالزياتي نشتغل، بالمائي نفس الموضوع، زياتي ومائي. تمام. يعني هلا كمان يمكن هي شغله جديده اضفناها لسجلنا التراثي. عملنا تجربه جديده، نحن ابني اللي سواها. خلينا نفتح حد ابنه. ايه ايه. احمل
هلا ورجينا اياها انت بايدك. هي بالصلصال. شلون عملتها؟ هي اول شيء بنعمل الصلصال على الشكل اللي بدنا اياه، هو صلصال بيتني على الشكل اللي بكون اياه، بعدين بنزغرفه بالشكل اللي بدنا اياه كمان. هي فكرته له يعني، الفكره تبعه. الله يعطيكم العافية، كل عام وانتم بخير، شكرا كثير لك. يعني سمر مثل ما شفتي شغلات جميلة طبعا. وسواعد برجع بقول سحرية لتعطي سحر وجمال للقطعة، الله يعطيك العافية. أكيد رح ناخذها هلا على ضمن العامة، بس لنرجع لسمر. يعطيك العافية يا سالي.